النهارده الزمالك، ودايما بنقول كده انه يوم ماتشات الملكي الزملكاويه دايما الزمالك وجماهير الزمالك بيعيشوا الحاله. يعني تحديدا هم بيصنعوا الحاله وبعد كده بيعيشوا فيها، وبيكون اليوم كده يوم جميل سعيد، بيكون يوم اشبه بكرنفال بعيد، بكرنفال شعبي مليان حب وشغف، مشاعر حلوه، اخلاص، وفاء، كل حاجه حلوه ممكن تلاقيها في جماهير نادي الزمالك وتلمسها في كلامهم واحتفالهم قبل المباراه. بس النهارده الحقيقه كرنفال مختلف، الفرحه فرحتين، المشاعر الحقيقه النهارده مضروبه في اتنين، لان المشاعر النهارده بطعم اطيب ناس في مصر، اهل النوبه الجمال الكرام. النهارده كرنفال شعبي زملكاوي ممتد من القاهره لاسوان في مشهد لن تراه في مصر الا مع الزمالك وجماهير نادي الزمالك. مشهد يمكن متغلف بيافطه كده مكتوبه عليها صنع في 100 عقبه ولا يوجد للحب فروع اخرى. ايه يا جماعه العظمه اللي بنشوفها دي؟ شفتوا مشاهد القطر؟ شفتوا الاحتفالات في أسوان؟ إيه الكم ده من مشاعر الدعم والمساندة اللي بنشوفها لمجرد إن فريق بيتنقل من مدينة لمدينة تانية عشان عنده مباراة كرة قدم؟ إيه المشاعر الجميلة وإيه المشاهد الجميلة اللي بنشوفها دي؟ تحسوا كده إن إحنا في عيد، تحسوا إنه مباراة، لأ دي يعني مش مباراة عادية في مسابقة الدوري، تحسوا إنه عيد. الزملكاوية اللي جايين من القاهرة لأسوان كانهم عندهم عيد ورايحين يحتفلوا. الزملكاويه اللي موجودين في اسوان وماليين منافس حجز تذكرتي هناك من امبارح هم كمان عندهم عيد، تحسهم يعني بيعيدوا، خصوصا انه احنا زياره الزمالك لاسوان زياره عزيزه بتيجي طبعا كل فتره بمجرد طبعا صعود فريق اسوان للدور الاول، والحقيقه للدرجه الاولى، والحقيقه انه احنا فرحنا جدا بعودة فريق اسوان للدوري عشان نشوف مشاهد زي دي، عشان نروح اسوان ونحتفل مع اهل اسوان الجمال ونحتفل ونشوف معاهم المشاهد الجميله اللي احنا بنشوفها دلوقتي ديت، ونشوف الزملكاويه هناك في كل مكان، نشوفهم بيحتفلوا من اسوان بناديهم وبيشجعوه وبيقفوا جنبه. يعني زي ما شفنا من امبارح اسوان بتتجمل في ابهى صورها استعدادا لاستقبال زعيم اللعبه الشعبيه وبطل الكره المصريه نادي الزمالك. الحقيقه انه في جمله بسمعها دايما من امبارح وانا حاسه، يعني جمله على طول بنسمعها، لكن الحقيقه انه من امبارح انا حاسه قوي بيها، حاسه قوي معناها، لمسه معناها حقيقي من المشاهد اللي شفناها من امبارح للنهارده. جمهور الزمالك لا يصنع الحدث، جمهور الزمالك هو الحدث نفسه. شايفين جمال الجمهور عامل ازاي؟ شايفين الجمهور وهو بيحتفل بفريقه وبيساند فريقه عادي، يعني فريق الزمالك رايح او نادي الزمالك رايح يلعب مباراه في اسوان عادي. لكن احنا لا، عندنا مش عادي، مع نادي الزمالك ومع جماهير نادي الزمالك الموضوع مختلف تماما، بنشوف الناس رايحه سايبه كل حاجه وراها ورايحين عشان، ورايحين مسافه كبيره، يعني من هنا لاسوان يا جماعه مسافه كبيره. مش مثلا رايحين مدينه قريبه مننا الموضوع مثلا ساعه ولا اتنين، لا دول مسافرين اسوان عشان يحضروا مباراه لنادي الزمالك، عشان يقفوا جنب فرقتهم ولاعيبتهم ويدعموهم. زي ما قلت جمهور الزمالك هو الحدث نفسه. يعني لو هنقول ان الحدث مفترض ان هو يكون مباراه 90 دقيقه بين فريقين في مسابقه الدوري، وحدث زي ما قلت حدث مش كبير، يعني مش ده نهائي ولا مباراه هامه ولا بتلعب خلاص بتلعب على فاينل بطوله، مباراه عاديه في مسابقه الدوري، لكن صدقوني موضوع مختلف تماما مع جماهير نادي الزمالك. بقدر الحدث ده في حدث اخر موازي اسمه كيف يستعد جمهور الزمالك لاي مباراه او لمباراه اسوان. استعدادات جماهير الزمالك دايما بتكون مختلفه. شايفين استعدادات جماهير الزمالك لمباراة أسوان عاملة ازاي؟ والحقيقة انه تحت السؤال ده في 100 مشهد، وكل مشهد أجمل من المشهد التاني. مشاهد جميلة زي ما احنا شايفين بنشوفها لجماهير نادي الزمالك اللي علوا قوي قوي، عيوا جدا بسقف التوقعات. يعني علوا سقف التوقعات الجماهيري لحتة تانية خالص. خلى بقى صعب على اي جماهير تانية ان هي توصل للمستوى ده. يعني ركزوا معايا في اللي انا بقوله، جماهير نادي الزمالك عليت قوي بسقف توقعات التشجيع، خلت التشجيع في حتة تانية عندنا هنا في مصر، بتشجع فريقها بصورة غير طبيعية وراه في اي حاجة، خلت
صعب على باقي الأندية إن هي تشوف المشهد ده. علوا قوي سقف التوقعات في التشجيع. وفي عندنا كمان حاجة تانية حلوة قوي غير الجماهير اللي دايما بنقول إن هي رقم واحد في دعم النادي أو في دعم الفريق. لو بصينا على الذكاء والفن والهندسة اللي بجد اللي بتعملهم إدارة نادي الزمالك هتفهموا قصدي إيه. مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور واعي كويس. خليني أقول لكم إن ده اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي ده لايف من داخل قطار نادي الزمالك او من داخل القطار اللي بينقل جماهير نادي الزمالك لاسوان. ده لايف، دي احداث دلوقتي بتحصل. ده القطر حالا وهم رايحين على اسوان، طبعا متجهين لحضور المباراه اللي هتكون الساعه 3 الا ربع النهارده، يعني بعد كام ساعه تقريبا. دول مشاهد الناس وهم رايحين عشان يحضروا المباراة. زي ما قلت، الناس دي سايبة شغلها ومشاغلها وحياتها وسايبة كل حاجة لمجرد حضور مباراة لفريقها مع فريق أسوان. عمالين طول الطريق، وطبعا الطريق طويل. أنا مش عارفة بصراحة الطريق من هنا لأسوان في القطر بياخد كام ساعة، بس أفتكر أنه عدد ساعات كثيرة. لو حد ممكن يقول لي الطريق ممكن يكون بياخد قد إيه، بس أنا شايفة الناس عماله طول الطريق ولا في تعب بقى ولا في حاجه، الناس عماله بتشجع. 15 ساعة تقريبا الطريق من القاهرة لأسوان بالقطر. تعالوا نشوف الناس بتقول ايه كده ونسمعهم وهم بيغنوا وبيحتفلوا ونرجع تاني. يا اولاد الليلة زمالك يا عريس يا دولة الله، الكورة جامدة زي ما شفنا. دي مشاهد المشجعين في القطار حاليا دلوقتي حالا وهم رايحين على أسوان. زي ما شفنا أغاني، احتفالات، حب النادي الزمالك بشكل كبير جدا. يمكن قبل اللايف ده، قبل الفيديو ده، كنت بتكلم عن إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وقد إيه هم إدارة واعية وفاهمة كويس قوي هي بتعمل إيه. كان اليومين اللي فاتوا دول الإدارة بتدي دروس، بتدي دروس حقيقي، بتدي درس يعني إيه، او دروس يعني ايه تستغل الحاله اللي عليها مشاعر جمهورك. انت عارف النقطه اللي عندك، الميزه اللي عندك في ان جمهورك داعم بشكل كبير ومحب بشكل كبير للنادي وتساعد في زيادتها. انت عندك الميزه ديت، فانت هتشتغل عليها بشكل كبير جدا، هتدعمها عشان في الاخر تاخد النتيجه اللي انت عايزها وهي الفوز والانتصارات. فان انت تشتغل على الحته دي وتزيدها وتضيف عليها الحاجات الايجابيه والحماس والروح اللي احنا شايفينها ديت، وتساعد الناس اللي ما تقدرش ان هي تسافر، تحاول تسهل لهم وتذلل لهم كل العقبات اللي ممكن تخليهم ان هم يروحوا يدعموا الفريق. دي فكره عبقريه، فكره ممتازه. انت بتسهل كل حاجه عشان في الاخر انت عارف ان الدعم ده الناحيه الثانيه هياثر على الفريق، هيخلي الفريق يقدر ان هو يحقق انتصارات، يقدر ان هو يفوز، هتخلي نفسيه اللعيبه اعلى لما تروح مكان بعيد زي اسوان وتلاقي جمهورها وتلاقي مشجعينها واقفين بيدعموهم. ده بيفرق بشكل كبير جدا جدا مع اللاعبين. بنشوف اسوان تتزين باعلام نادي الزمالك، بلافتات مشجعين نادي الزمالك. بتروح اسوان دلوقتي تلاقيها كلها زمالك في زمالك، ابيض بخطين حمر في كل مكان. مشجعين نادي الزمالك موجودين هناك في كل مكان. أسوان دلوقتي لو نطقت هتلاقوها مليئة بشعارات وهتافات نادي الزمالك. مشاهد جميلة جدا جدا حقيقي، مشاهد جميلة ولدرجة تخليك يعني نفسك تشوف المشاهد دي كل مباراة بيلعبها نادي الزمالك. نفسنا كده كل مباراة نقعد نحتفل بالشكل ده، تبقى حاجة جميلة جدا. تشوف بقى الزمالك في باقي مدن ومحافظات مصر بنفس الصورة دي. الموسم اللي فات لو تفتكروا احنا شفنا تقريبا نفس المشاهد ديت. شفنا جمهور نادي الزمالك في المحلة في اسكندرية بيشجعوا بطريقة جميلة جدا، عملوا ملحمة، عملوا عظمة حقيقي في الموسم اللي فات ده في تشجيع فريقهم. الموسم ده اهو ملحمة بتتكرر تاني، مشاهد الجميلة بتتكرر تاني، بنشوف الجماهير بأحلى صورة. فأول رحلة، يمكن دي أول رحلة خارجية لنادي الزمالك خلال الموسم الحالي ده، أول مرة الزمالك يطلع مدينة أخرى يلعب فيها مباراة. بنروح أسوان بنشوف الحقيقة مشاهد غير مسبوقة،
في الدعم الجماهيري والدعم الإداري، لأنه زي ما قلت الإدارة هي اللي بتساعد على ده. إدارة واعية، إدارة عارفة كويس قوي هي بتعمل إيه، عارفة نقاط القوة زي ما قلت اللي فارقها، فبتزود النقاط ديت، بتلعب على النقطة ديت، بتشتغل أكتر، بتشوف النقاط دي وبتستغلها بشكل ذكي. فهم ناجحين في الحتة ديت، والحتة دي ما دام ناجحين فيها فإحنا أكيد هننجح، فالفريق هينجح، اللعيبة هتنجح، لأن هي مدعومة زي ما قلت بشكل كويس، والدعم ده هو أهم حاجة. وزي ما قلت كمان قبل كده إنه الدعم ده زي ما هو حلو والجماهير بتروح وكده، اللعيبة مش هتقدر تزعل الجماهير دي، اللعيبة بتلعب بكل حماس وبكل قوة وبتطلع أقصى جهد عندها عشان الجماهير اللي جايين، ويعني ماشيين مشوار كبير جدا عشان مسافرين مسافة كبيرة جدا عشان تشوفها وعشان تدعمها، عشان كده اللعيبة أكيد في الوقت ده هتبذل قصارى جهدهم.